في اللي يصير اليوم الضجة اللي صايرة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، الناس الكل تحكي على بوبا وكاريس دو رابور فرونسي. العركة نتاعهم بدات نهار 1 أوت 2018 في مطار باري أورلي. وخلنا نرجعوا لها، نرجع شوية في الوقت ونشوفوا شنو صار وقتها في الفري شوب نتاع باري أورلي ومن بعد نحكيو. العادة في الراب ديما فما كلاش، كل واحد يخرج غنية على الآخر، لكن الحكاية تطورت ياسر ما بين بوبا وكاريس. وصل المطار باري أورلي تسكر نهار كامل الفري شوب نتاعو على خلفية العركة هذه اللي صارت كي تلقاو الزوز مع بعضهم. برشا ناس خسيلوها تفدليكا، كل مرة واحد يدعو في الآخر في انستغرام على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي الكل، الزوز يحبوا يعملوا كومبا باش تتفضل العركة ما بيناتهم. خلنا نسمعوا كاريس شنو قال ريسامون اون سكي كونسيرن العركة هذه. Il aura lieu ce combat de boxe avec Bouba ? Bien sûr qu'il va avoir lieu, ça va être en Tunisie. En Tunisie ? Ah, exactement. Loin, et quand ? Au mois de juin. Belgique, c'était pas moi. Hein. L'idée du combat, c'est pas mon idée. Hein. On est d'accord là-dessus quand même. Ouais. Ok, d'accord. Donc moi, je n'ai fait que répondre comme d'habitude. Mais vous avez le contrat ? Oui, je l'ai. Ouais. En Belgique, ça sera en Tunisie. Pourquoi en Tunisie ? Parce que c'est là-bas que ça va se passer, c'est tout. D'accord. Voilà. En terrain neutre, si je puis dire. Ouais, terrain neutre, ouais. Et tous les coups seront permis ? Non, parce qu'il y a des règles dans le MMA quand même. Oh, oui, on n'a pas le droit de mettre des doigts dans les yeux. C'est l'étranglement, je crois, c'est ça ? Non, 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 on n'a pas le droit de mettre les doigts dans les yeux, on n'a pas le droit de tirer les oreilles, tout ça, on n'a pas le droit. الراب في فرنسا والعركة بدأت في فرنسا لكن مشتوفة في تونس، هذا على حسب تصريح كاريس. ومازلت كي اتصلت كذلك برئيس الجامعة التونسية للكيك بوكسينغ علي الدوري اللي أكد لي فما مساعي أنه مش تتلعب الكومبا هذايا بقوانين الام ام في جوان في تونس. حسين نحكيو على راب، نحكيو على موزيكا، كان نرجعوا حتى لل خلينا نقولوا للراب امريكان ان سيرتان مومون توباك الاسطوره تخدم دوكيومنتير من بعد اللي يقول اللي صحيح بدات بكلاش ما بين نوتوريوس بيغ وتوباك، وصلت اللي توباك تقتل ونوتوريوس بيغ متهم حتى في القتل نتاعو. ساق بكل شيء اليوم كاريس هبط تصويره في مطار تونس قرطبه، هو جاي يمشي يصور كليب معاه هذاك، هبط البوست على الانستغرام نتاعو قال له هاني جيت لتونس عندك 24 ساعه باش تجاوبني والا انت جايبين وما عادش يعني تجبد لي على الموضوع وانت ما تحبش العركه وكجاوبوا قبيلي شويه عسيلو. احنا ساعات نستغربوا الكلاش اللي يصيروا بين لي رابور نتاعنا، اما هذاك هو على شنو مبني الراب في الاخر؟ مبني على الكلاش، لكن في بعض الحالات يتطور الى عنف، عمليه القتل ولليوم توباك عمليه القتل نتاعو مازالت غموض برغم اللي تعملوا عليها افلام وثائقيه وعباد درست وفما اتهامات لزملائه من لي رابور. اليوم كاريس وبوبا في انتظار العركة هذه باش تصير ولا لا؟ انت قلت اتصلت ب علي ديوري رئيس جامعة تونسية للكيك بوكسينغ يقول اللي هي مش تصير بقوانين الام ام اي. ناخذوا معنا ساليها ومعنا رئيس جامعة تونسية للكيك بوكسينغ علي ديوري، مساء الخير. شو احوالك سامي؟ لاباس عليك. اذا مواقع التواصل الاجتماعي كل تحكي على كاريس وبوبا دو رابور، العركة بدات في فرنسا تطورت في حتى نتذكروا مع بعضنا توش با مون بوست في التي بي ام بي يافي كاريس وقتها انفيتي واخذوا بوبا بالتليفون وزوز شادين صحيح على اساس انه الكومبا هذا مش يصير، لكن جديد انا مش يصير في تونس وفي اطار منظم. شنو عندك جديد فيما يتعلق بالموضوع هذا يعني؟ توا غيانا نا ايتي في اونكور، مازالوا لي بوكسور هما زاد اون بوت بارلي مع بعضهم ومعنا احنا. احنا كونت اون ايسي من الاول دافواغ سو كومبا بور لا تونسي حابين ناخذوه هنا في تونس، كونيسون الامباكت نتاع الكومبا هذا شنو باش يعمل شنو باش يشوفوا العباد قداش ينجم يحرك. دونك كلفنا السيد نايب رئيس الجامعه شمس الدين الثقب بالموضوع، تفاهم مع مثلا نتاع كاريس، بعثونا من الاول ليتر دانتونسيون وبعديك بشوية بشوية سا كومونس اي بروندر فورم. توا لا فيديراسيون اي دوسو عطيناهم ان اكور بريالابل سولون معناها لي ريغلومونتاسيون الموجودة عندنا هنا. نسقوا قاعدين مع لي ديفيرون بارتي انترفينونت معناها وزارة السياحة وزارة الشباب والرياضة، نسقوا زعما الأمن مازال من بعد دون ان سكون تون وان شاء الله معناها توت تريبيوتير توا دو لور اكور. خاطر ماكم كيما تبعتوا مليح مليح كاريس شد صحيح بيلعب في تونس، بوبا في ان بو دي سيان وان شاء الله اللي فيه الخير بتاع الفيه. فوالا دونك علي ديوري باش نختموه الموضوع، خلينا نقولوا اللي اليوم انتم كجامعه تونسيه الكيك بوكسينغ تتعاملوا مع كاريس بوبا على اساس دو بوكسور نون با دو رابور. نحن بالنسبة لنا نحن نتعاملوا مع ليزاجون نتاعهم اون طونك دو بريتوندون ان كومبا ديكليبيسيون في تونس. واضح.
واضح. بون كوراج علي ديوري وشكرا لك، كنت معنا في المباشر وعطيتنا اكثر تفاصيل. ومن غير ما ندخلوا في برشا تعليقات، خلينا نقولوا اللي بالنسبه لي انا جو كونسيدر الكومبا هذايا كان يصير في تونس، فما برشا فرنسيس وبرشا من لي فان نتاع بوبا وكاريس مش يكونوا حاضرين في تونس ومش يكون داعم للسياحه التونسيه من دون ادنى شك.